فيني فوت؟ اتفضل. ما بدي تنقصي على حالكم أي شيء ولا أي شيء. هو في إيه يا أمير؟ أنت بتعاملني كده ليه؟ يا أخي ده أنا لو بشتغل عندك مش هتعاملني كده. أنت بتعاملني كأن ما كانش في أي حاجة بيننا، كنت بتضحك عليا قبل كده؟ سارة إذا بتريدي أنا ما بدي أفتح هذا الموضوع أبدا. أنت خلاص ما بقتش تحس بيا؟ انت شو مفكرتيني بالاحساس وانه اللي صار ممثل فيني؟ بس اللي صار لازم حل، والحل عندي مثل ما بقول لك لازم يصير. وسبتي ان انا بعد كل ده لسه بحبك؟